نبدا اول حاجه فندم بالصنفره، اول حاجه بالصاروخ، وبعد كده بصنفره، وبعد كده نسحق، خد بالك، وبعد يعني كده نسحق بالميه عشان المعجون يقبل. تمام ماشي. وبعد كده نبدا المعجن، واخد بالك، ونصفي، وبعد كده نبطن، وبعد كده حضرتك نصنفر برضك تاني، وبعد كده نخش على الفرن تاخد اللون بتاعها الاساسي، خد بالك، وبعد كده تاخد السخن، وبعد كده نستنى عن تنشف البويه، بس تنشف البويه ما تبقاش كبيره او اي حاجه. ما هو احنا قلنا لك اللي هندخلها الفرن، دخلها الفرن عادي. تدخلها الفرن؟ اه. ايه اللي خلاك حبيت المهنه دي يا عم؟ هو انا ما نفعتش مدرسه، واخد بالك، فانا ليه دي هي مرغوب ليه. بس حبيت المدرسه امتى؟ من سنة 92. سنة 92؟ اه. ومن ساعتها فتحت ورش الدوب؟ لا مش فتحت، طبعا اتعلمت أول حاجة المصافي، قعدت بتاع 5 6 سنين اتعلمت. كان سنك قد إيه أول مرة تشتغل في ورش الدوب؟ 11 سنة. 11 سنة؟ اه. وأول ورش فتحتها كان إمتى؟ فتحتها يعني ليه بتاع 5 سنين كده دلوقتي. طبعا عم علي بتسوق كنت شغال شغل برضه ورشه تامين، واخد بالك، وورشه برضك اهالي برضك، واشتغلت فتره طويله مع ورشه تامين، واخد بالك، قعدت بتاع 15 سنه. بتسوق لشغلك ازاي؟ يعني ازاي بتجيب زباينك؟ حسب الشغلانه تطلع العربيه حلوه، واخد بالك، زي الواحد لما اكون لابس قميص حلو عاجبني مثلا هروح اجيب زيه. بس يعني الفكره فكره سمعه. اه اكيد طبعا سمعه، الشغل هيجي سمعه. طب حسب شغلك، ما حسب انتاجك برضك، وحسب ضميرك، بتعمل شغلك حلو هيطلع حلو. مواد كتير طبعا اكيد، صنفره، ميه، واخد بالك، تينر، معجون، فيلر، صنفره، واخد بالك، لازق، جرايد، حاجات كتير برضك المهنه دي. طب الحاجات دي غليت؟ اكيد طبعا غليت. كان كيلو الجرايد بجنيه بيجيب 10 جنيه دلوقتي. والصنفره يعني كانت الصنفره كانت ب 75 قرش، واخد بالك، بيجيب ب 7 جنيه ونص. يعني كل حاجه غليت؟ اكيد طبعا. هل ده اثر على علاقتك بزباينك؟ اكيد طبعا. النهارده الزبون هتقول له 500 جنيه يقول لك لا 250، طبعا هيقلها كده، في غير هياخد يشتغلها. فانا خسران. طب انت اتعاملت مع الغلا ازاي؟ لا ما حسب، لازم نوفق، يعني لازم نوفق. ازاي؟ مثلا شغلانه بره الزبون هيعملها ب 700، لا انا هنعملها ب 500 عشان اعرف اشتغل، غير كده مش هشتغل. وانت اللي بتجيب الخامات برضه؟ اكيد طبعا، اكيد انا عليا الخامات. عندك اولاد عم علي؟ عندي 4، وامهم كمان 5. طب هل قادر تصرف على البيت يعني الورشه؟ يا دوب دلوقتي هي العيشه غليت دلوقتي، الدروس، مدارس، او المدارس كمان هي خاصه، المدارس حكومه، ادباري دروس، العائله في سنه اولى اعدادي، واخد بالك، بكام؟ 350 جنيه يعني الماده ب 60 جنيه ياخد الدرس 60 جنيه، خد بالك. عند الواد في سنه رابعه برضه 200 جنيه حكومه، ويقول لعيل ايه مثلا، ايه لو قلت لحد تبع الدوله ولا حد كبير يعني، واخد بالك، مش هنجحك السنه دي. فانا لازم اضطر غصب عني هصرف عليه عشان عاوز يبقى حاجه. تحب في يوم من الايام ان انت ابنك يفتح ورشه زيك؟ اه والله، حسب نصيبه هو، حسب مستواه هو، يعني ممكن هو يعني يطلع حسب رغبته برضك، زي ما انا رغبتي مثلا ما نفعتش في المدرسه، نفعت في ورشه، حسب هو رغبته وحسب شطارته. انا عاوز يطلع عيالي متوظفين، واخد بالك، يطلع عيالي حلوين، واخد بالك، اي يطلع مدرس، يطلع شيخ ازهر، يطلع اي حاجه، المهم اهم حاجه يعرف يصرف على نفسه، ياكل بحلال، ما ياكلش بحرام، ما يبقاش يمد ايده لحد، يقولش الخاله هات ولا عمه هات ولا الامه هات، يصرف على نفسه، يبقى مقتدر. عندك عمال في الورشه يا عم علي؟ لا انا شغال واحد، انا قادر نصرف على نفسي، نصرف على العمال. ليه انت لو تجيب عامل هيبقى يومين؟ لا اكيد طبعا، يوميتها 100 جنيه يا عم محمد، مش هنقدر عليها، انا دوبك ماشيه، ندفع الايجار وهندفع الكهرباء ونصرف على بيت. ايه مشكله الايجار بقى؟ الايجار عندك قد ايه؟ لا مظبوطه، حسب ما كل حاجه غليت دلوقتي، قطع الايجار، ما كل حاجه غليت. ايه اللي دلوقتي مش غالي يا عم محمد؟ النهارده الكهرباء جايه لي كام؟ امبارح الشهر
170 جنيه الشهر. طب ليه مش حرام برضه؟ كانت كنت لو ندفع 30 جنيه كنت ندفع 30 جنيه يا محمد. دلوقتي تدفع كم؟ دلوقتي هندفع 170 جنيه الشهر. شوف فرق قد ايه؟ فرع الشاسم